نعم. يقول: ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين أن المرأة على قدر مشيه على الصراط في الدنيا يكون مشيه على الصراط في الآخرة، هل يصح هذا القياس؟ نعم، هذا كلام صحيح، ولم يذكره ابن القيم فقط، وإنما ذكر أهل العلم كثيرا في مواضع، يعني في كتب التفسير، في تفسير قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، وكتب شروحات العقائد، هذا الكلام يذكره أهل العلم كثيرا، ألا وهو أن سير العبد على الصراط الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة حسب سيره على الصراط الذي في هذه الحياة الدنيا، فهما صراطان، صراط معنوي وصراط حسي. الصراط المعنوي دين الله الذي شرعه لنا وأمرنا به، قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وصراط حسي ينصب على متن جهنم يوم القيامة، أحد من السيف وأدق من الشعر، ويؤمر الناس بالمرور عليه. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام عن تفاوت الناس في مرورهم على هذا الصراط، وأن منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمر جريا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر زحفا. لماذا هذا التفاوت؟ لماذا هذا التفاوت؟ لماذا لم يكن سيرهم على الصراط على مستوى واحد وبدرجة واحد؟ ما السبب في هذا التفاوت؟ السبب في تفاوتهم في السير على الصراط هو تفاوتهم في السير على الصراط المستقيم في الحياة الدنيا. فلما كان سيرهم في الصراط المستقيم في الحياة الدنيا متفاوتا، كان سيرهم على الصراط الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة متفاوتا. ولهذا هذا الكلام كلام صحيح وكلام عظيم، أن سير الإنسان على الصراط الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة بحسب سيره على الصراط المستقيم في هذه الحياة الدنيا.